هل يصح أن يدعو بغير اللغة العربية؟ Question: est-ce qu'il permet pour les mondes d'oie l'autre langue arabe dans l'arabe? نعم. Oui. لكن. Mais seulement. يقول يا الله. Il dit oh Allah. نعم. ثم بعد هذا يدعو بلغتي ما في إشكال. Il dit يا الله. Après nous devons pour les mondes d'oie, là pas problème pour ça. يعني أنت مثلا تقول يا الله ثم بلغتك مثلا تقول ارزقني. نعم قل لنا. يا الله أجيب ولا قاس ولا يجيب ولا نوبي ما. يا الله نوبي ما. يا الله فما بيسافر. يا الله فما يكمل. نعم لأن أسماء الله لابد أن نأتي بأسماء الله كما جاءت في القرآن والسنة. مفهوم؟ إذن لكن الأفضل والأولى أن يدعو بأدعية القرآن والسنة هذا أفضل. القرآن